السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. اليوم احنا نتواجد في منطقة الأعظمية وتحديدا في شارع المشاتل. اليوم راح نتحدث حول طبيعة المشاتل، راح نشاهد وياكم تفاصيل أكثر، حياكم الله. السلام عليكم، شلونك؟ الله يخليك. الله يسلمك ويخليك حبيبي انت. الله يخليك. اليوم نريد تتحدث لنا حول الحيوانات اللي عندكم، اكثرها يعني عراقيه او تستوردوها من الخارج، نريد تشرح لنا بمختصر. نعم، اولا احنا عندنا بالعراق استوردنا الفتره اللي مضت حيوانات كثيره يعني، وهسه حاليا عندنا بالعراق وهم نستورد، يعني يطلع انتاج عندنا بالعراق وهم نستورد من باقي الدول. هسه هذا تيبيتيان ماستيف نانا؟ اي هذا نادر. تمام، دبالك انت توصل يمه. هذا الحيوان نادر ويتميز بضخامه عاليه وخشونه مو طبيعيه، وبالعراق على عد الاصابع، شكله كانه دب مو حيوان، وقلت لك غريب بالعراق على عد الاصابع ماكو. زين يتاقلم ويا جونه؟ احنا جونه ما حيتاقلم ويا صيفنا حار، بس لازم تهيئ له ظروف، يعني لكل الحيوان، كل حيوان تربيه لابد له جو معين. هذا كيني كورسو ايطالي المنشئ، انا مستورد عمره تقريبا 8 اشهر، هذا ولادته صربيه، هو المنشئ مالته الاساسي. صار ما عليه شيء واقف يمك؟ لا ما عليك شيء، هو ما دام يشوفني يعرف انه انا ناهي عن هذا الامر. دونت موف. اي كينو عرف انه لا تحرك بعد، لا تسوي اي حركه، لا تسوي اي رده فعل، ما يسوي ويا البشر مو عدواني الا بامر من عندي. ويا الحيوانات عدواني ما قدرت اسيطر عليه، لانه هو كغريزه عنده ما يشوف انه يعني حيوان كبير مقابل له منافس. فقبل يهجم عليه. شلونك؟ تاج راسي. شخبارك؟ بخير الحمد لله. ايش اسوي وياه؟ جاي لعبه، جاي لعبه. زين؟ شنو هذا نوعه؟ هذا بو. بو. هي انواع، اكو سوبر ماني بو، اكو البو، اكو البو تيو. ثلاث انواع هي موجوده. شلون اقبال الناس عليه؟ يعني تكون ضعيفه او بعدهم ما يعرفوا لحد الان؟ يعني جديد هو على السوق؟ لا اكو ناس جاي تاخذه، يعني ناس اكو جاي تستورد به، تجيبه يعني تستورده وتبيعه هنا بالعراق، هذا استيراد. مرحبا. مرحبا حبيبي، اهلا وسهلا، حياك الله. نعرف شنو نوع هذا الكلب؟ ترير فرنسي، من اذكى حيوانات الزينه. هذا الحيوان يعني معروف من زمان بغداد بالمحافظات، نزل تجمعات، اسمه ميلو، اوامر طاعه فول، ذكاء تقريبا بما يقارب خلينا نقول عن ذكاء الانسان 50%. حلو. هاي تقريبا 3 شهور هيك شيء يعني. اي والله شي بنتي والله تحب الازاز، والله اشتريتها لها. حبيت اكثر من بنتك. لا شلون هي ذيك اولي. هاي هملايه اخشم ناقه فول، هذه نقاوه فحل. هذه اكو اقبال عليه من قبل الناس او على غير من القطط يعني؟ لا عليه سحب، هذا بزازين ازا شيء البنات تشترى، نحب نعطيها. ثانيا مو وصاخه بالبيت، حلو نظافه حلوه. ما وصخ يعني؟ لا ما وصخ. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، كل اهلا بك. الله يخليك ويحفظك. حضرتك انت دكتور مصطفى مهدي. الله يخليك ويحفظك. يعني توجه نصيحه للمربين، شنو نصيحتك بما انه انت دكتور لهم؟ نعم، اهم نصيحه عند ترويض حيوان اليف في المنازل يجب الاهتمام بجرعه الديدان المحدده من قبل طبيب البيطري المعين لكل حيوان. يعني كل واحد مربي لازم عنده طبيب بيطري يهتم بجدول اللقاحات من جرعه الديدان وامراض الفيروس لتجنب الامراض المشتركه للصيد الحيوان والانسان. زين، اكثر حاله يعني تجيك من اي نوع من الحيوانات يعني اللي تصاب بالفيروسات كثيرا يعني؟ اي يعني الفيروسات قله، هي عندك داء الكلب وهذا ما يعني نادره ما يصير، واغلب شيء يصير بالقطط المحليه. فعندك امراض الفطريات، هاي امراض هي امراض يعني انتقاليه الفطريات. ف
فيجب فحص الحيوان، اهتمام بنظافة المكان، تجنب الأماكن الرطبة، وهاي الأمور لازم البيئة تكون بيئة ملائمة. وصلنا وياكم إلى ختام جولتنا لهذا اليوم في شارع المشاتل، بعد ما شفنا طبيعة هذا الشارع والنصائح اللي قدمها الدكتور البيطري. إن شاء الله استمتعتوا ويانا، في أمان الله.